أخبار اليوم. حضرتك في منظومة الكروت الذكية اللي هتعملها الحكومة وهتدخل فيها التكاتك؟ والله هي كويسة جدا، على الأقل إن هي تقلل من نسبة الأعداد المهولة اللي هي موجودة دلوقتي، وكمان بالنسبة إن هي هتدخل دخل للدولة نفسها بالنسبة للترخيصات والحاجات ديت، فطبعا ده قرار صائب جدا يعني. تطبيق قانون مش وحش، إحنا عايزين تطبيق قانون. لما يبقى فيه كروت للتكاتك، أنت عارفة التكاتك في البلد اليومين دول عاملة مشاكل كبيرة جدا، عاملة فوضى. فطبعا لما هيتعمل لهم كروت بنزين، طبعا لازم يبقى في رخصه في المرور، عشان لو في اي صاحب توك توك عامل مشكله بعد كده اقدر اجيبه. هو ليه تصريح بس في مناطق ومناطق افضل، يعني في شارع عمومي ما يشتغلش، في شارع عمومي ما يشتغلش، في منطقه راقيه، في منطقه شعبيه ماشي يشتغل فيها بس بنظام. التوك توك ده بقى شاب مثلا يبقى عنده 18 19 سنه ولا السوق، كان في عيال صغيره بنشوفها بتاع تشرب مخدرات كده سو تكاتك، وفي ناس كبير برضك بتركب معاها وتفضل تلعب بالتوك توك، ممكن دي غلط على ارواح الناس. مشروع مشغل الشباب ولامم نسبه من العطاله، يعني لامم نسبه من البطاله، يعني ده اقل حاجه النهارده الشاب يعملها ان هو يجيب توك توك يشتغل عليه. هو التوك توك طبعا اصبح واقع موجود ما بيننا يعني، بس عشان يبقى له كارت بنزين لازم يكون مرخص، وعشان يترخص لازم نرخص الإجراءات أو نرخص التكاليف المتعلقة بترخيصه في المرور، لأن أنا أعرف إن هي التكلفة عالية شوية. فالنهاردة عشان شاب صغير بيشتغل على توك توك مش هطلب منه مبالغ طائلة عشان يرخص التوك توك، فلازم أنزل بالتكاليف شوية على أساس أنا أوفر له رخصة وفي نفس الوقت أديله كارت بنزين. والتكاتك مالها؟ التكاتك حلوة وناس غلابة بتاكل منها. التكاتك أصلا مش قرار سليم، مش صح. أي مصيبة بيعملها التوك توك أو أي مشكلة بيعملها التوك توك كلهم شبه بعض، لا عليه رقم ولا عنوان. أنا شايف إن التوك توك نفسه قرار غير سليم، فبناء عليه الكارت نفسه يعني هيكون خطأ مبني على خطأ، هيكون خطأ مبني على خطأ يعني. التوك توك ده ظاهرة خطيرة، لكن عجزت الحكومة تماما عن المحاربة، فمن باب أولى يقننوا هذا المشروع بشكل أو بآخر بحيث يستفيدوا ماديا، طالما أن أنا مش قادر عليه بالفعل وبنزل كلام في الطرقات المختلفة وفي الأماكن المختلفة في الأحياء المختلفة مرور التوك توك ممنوع والغرامة 1500 جنيه، عمر هذا الكلام ما بيتم، وأنا من المعادي وهذا الأمر أمام عيني. والتكاتك لا معمول لها رخص ولا معمول لها نمر ولا معمول لها اي حاجه تامن على الشعب اللي فيه، وزحمه الشوارع زحمه فظيعه، وبعدين بتاخد الاجره دلوقتي اكتر من التاكسي عشان يوديك خطوتين لبره وخطوتين لجوه، يقول لك 5 جنيه 7 جنيه. فاحنا عايزين تشوفوا لنا حل في موضوع التوك توك ده.